المواطن العراقي أكثر مواطن عايش بالأمنيات، نتمنى نتمنى نتمنى. متى تتحقق هذا الأمر؟ شوف والله ماكو أبسط من المواطن العراقي، ماكو أبسط منه. يبكي بسرعة، يقلب صفحة بسرعة، متسامح، إنسان. لكن الأعباء الموجودة عليه والكفخات القوية، كفخات قوية ثقيلة من السياسيين يزولا. طيب. احنا نريد تنشال هاي الأيادي القوية، خلي تتعامل ويا هذا المواطن المسكين بإنسانية. طيب. حتى يقدر يشتم هوا من جديد. كافي. احنا مقبلين على حرب كونية، والله أعلم من الحطب. طيب. الله أعلم، احنا ما نريد ندخل جزء من هذه الحروب الكونية. كافي، احنا قدمنا اللي علينا. ذكرت الحروب استاذ، عذرا على المقاطعة، لكن انا اريد اعرف امر، يعني كذلك مواطن، متى المواطن العراقي ينزع الثوب الاحمر ويلبس الابيض؟ ارجع مرة ثانية، هذا جزء من الهم العراقي. ارجع اقول لك، احنا كفانا دما، كفانا خاكي، كفانا بارود، متشبعين بالبارود. بالبارود ولا اللون الاحمر؟ البارود بعده بخشومنا مدى يطلع. نريد يا سياسي طلع للبارود، طلع لنا يا كافي، ما اريد ابكي لانه عيب علي بهالعمر. اني دمعتي تنزل لكلمات معروفه هو الهم العراقي.